عبقريين احنا بنستند اليه والمرجعيه بتاعتنا في اي مشكله من المشكلات دي. مهندس وليد حجاج، مساء الفل. مساء الفل على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا استاذ وليد، نورتنا وشرفتنا. اهلا بيكي. انا عايز قبل ما نبدا الكلام بس مشمش وبتاع وحاجات من الحاجات الحلوه اللي كنتوا بتتكلموا عليها دي. هنجيب لك مشمش. وليد، يمكن انت سمعتنا واحنا بنتكلم عن الترند اللي شغاله والذكاء الاصطناعي، صور وفيديوهات لملك تشارلز، صور وفيديوهات لإيلون ماسك، صور وفيديوهات لتوم كروز. ايه اللي بيحصل؟ هل في استطاعتنا ان احنا نوقف هذا الغزو ولا الموضوع هيكبر اكتر من كده؟ بصي، خليني بس اقول لحضرتك اكتر من معلومه علشان اقول لحضرتك اذا كان في امكاننا احنا لوحدينا هنعرف اذا كان في امكاننا نوقف ده ولا لا. دلوقتي الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل ان حضرتك ممكن تخلقي صوره مميزه، حضرتك اول حد يبقى معاه الصوره دي ومش موجوده على الانترنت في مواقع البحث، والصوره دي من خلال كلام. يعني ايه من خلال كلام؟ يعني حضرتك تقدري تقولي انا عايزه صوره بنت سنها في عمر كذا، شكلها كذا، لون جلدها او بشرتها كذا، تكون مثلا بتعوم في بسين، تطلبي المواصفات اللي انت عايزاها، وكمان زياده على الكلام ده تقولي وعايزه تبقى الخلفيه بتاعتها ليل، إضاءة الكاميرا، فتحة العدسة كذا، نوع الكاميرا اللي لقطت الصورة ومواصفاتها 1 2 3. فتلاقي بعد شوية الذكاء الاصطناعي طلع لك صورة بالمواصفات اللي حضرتك عايزاها وأكتر من زاوية والأكتر من شخصية بوشوش مختلفة مش موجودة في الحياة أصلا. يا لهوي. الحاجة التانية ده كمان بيتعمل في الفيديو دلوقتي. تكست تو فيديو، توصفي انت عايزه ايه اللي يظهر في الفيديو فيعمله لك. في مخرجين بره بداوا يستخدموا الادوات دي في ان هو يخلق لوكيشن. يعني النهارده انا بعمل حاجه خيال علمي، فعايز اتخيل 1 و2 و3 انه يبقى موجود في اللوكيشن او على شخصيات بشكل معين، فبكتب المواصفات فالذكاء الاصطناعي طلع لي الشكل اللي ينفذوه بقى المخرجين والناس بتوع الديكورات والحاجات دي كلها. كمان الذكاء الاصطناعي زي ما هو ليه فوائد ليه اضرار، واستخدم في امريكا قبل كده في حالات ابتزاز، ان هم على سبيل المثال قدروا يحصلوا على مقطع صوتي لاحد الاطفال الصغيرين، وخدوا المقطع ده دخلوه للذكاء الاصطناعي وخلوا الذكاء الاصطناعي ده يقول ان هو مخطوف وان هو بيتهدد وان لو ما دفعش فلوس من اهله للحراميه دول او الناس دي هيقتلوه. وبعتوا المقطع الصوتي ده لاهله، ولاجل بس حسن حظهم ان في الوقت اللي كان الحراميه تتفاوض مع اهله الولد اتصل من الدوله اللي كان موجود فيها بيدرس وكان بيكلمه بيطمن عليهم، قالوا الله انت كويس؟ اه طب امال ايه اللي جالنا ده؟ قال لهم انا ما اعرفش عنه حاجه. ففكره استغلال الذكاء الاصطناعي في الفتره الاخيره بقى بيتعمل فيها حاجات كتيره جدا، وحضرتك ذكرتي المثال بتاع تشارلز، وفي اكتر من كده، وحضرتك قلت برضو نفس المثال بتاع المذيعين، قلت احنا ممكن نبقى قاعدين في البيت. بالزبط. ده بالفعل بقى بيحصل. يعني حضرتك النهارده بدل ما تجيبي حد يقدم برنامج في التلفزيون وياخد مني فلوس، لا انا ممكن اشتري كاركتر ذكاء اصطناعي، اطلب مواصفات، وعلى فكره في حاجات موجوده وانا نشرها بالفعل حتى على صفحتي النهارده لمذيعات بتتكلم اكتر من 35 لغه، هي نفس الشخصيه. هتقولي ما شاء الله هي بتعرف تتكلم كل دول، وبتتمتع بنفس خفه الدم والتلقائيه. لا طبعا، لا طبعا، احنا هنقارن ايه بايه؟ ما ينفعش الكلام. يعني دي ممكن تتعمل؟ ما فيهاش روح، ما فيهاش روح. لا يعني ممكن يوصلوا ان الذكاء الاصطناعي هذا الشخص ممكن يبقى كانه بني ادم بيعيط. هو ده اللي حاصل فعلا. لا لا، بيعمل كل ده. حضرتك لو شفتي الفيديو مش هتتخيلي ان ده ذكاء اصطناعي، وتتخيلي انها تتكلم فعلا اللغات دي. طب انا عايز اسال سؤال. في كذا ابلكيشن انت ممكن تنزله على الموبايل. هو ده ابلكيشن يسويه؟ ابلكيشن يكتب لك السكريبت اللي انت عايزه، يكتب لك المعلومات اللي انت عايزها، يعمل لك بترتيب الحاجات مظبوطه جدا. وفي ابلكيشن تاني يقدر يعمل لك بقى الفيديوهات. يعني انت حضرتك فكره ان انا استخدم الكلام ده من خلال سوفت وير على الكمبيوتر او على موبايل، ده بيحتاج موارد عاليه جدا للجهاز بامكانيات عاليه جدا. ايوه هو ده اللي انا عايز اساله. يعني هو ممكن انا كشخص هينفع طبعا تعملي دلوقتي في خلال 5 دقائق بالساعه، ولكن مش من خلال ابلكيشن. مواقع ويب سايتس هي اللي بتقدم الخدمات دي المدفوعه، بحيث ان الشخص اللي حضرتك اشتريتيه ما حدش تاني يستخدمه. يعني انت النهارده جبتي شخصيه وسميتيها وليد، والشخصيه دي شغاله مذيع في القناه، ما جيش قناه تانية تاخد وليد ده اللي هو الفيرشوال اللي مش حقيقي اللي معمول بالذكاء الاصطناعي ويبقى بيقدم عندها نشره. معنى كده يا وليد، معنى كده ان الشركات دي بتطلب مقابل مادي للكلام ده؟ يعني الفيديو مثلا أيوة. بتاع برنس، بتاع ملك، بتاع كينج تشارلز،
معنى كده ان لما بيبقى معمول بياخدوا فيه فلوس كتير. لا دي معموله بادوات تانية مش بتحتاج فلوس كتير. انا بتكلم على فكره ان حضرتك يبقى عندك المذيعه بتاعتك. لا وغير بقى غير ده فكره ان انا اعمل فيديو لاي حد وارقصه واخليه يتكلم الكلام ده. بيديلك ديمو. المواقع دي بتديلك حته تجريبيه كده عدد معين من الثواني. وانا كان ليا احد اللقاءات التلفزيونيه اللي فبركتي فيها للمذيع اللي معايا كلام ليه بشخصيه من الشخصيات الفيرشوال دي ان هو بيقوله الكلام ده كان هو قاله قبل كده في حته ثانيه. اقصد حضرتك ان فكره الذكاء الاصطناعي النهارده في حاجات مجانيه، في موقع مثلا اسمه ميد جيرني ده بستخدمه ببعض الطرق كده من خلال بعض المنصات اللي يطلق عليها الديسكورد، برنامج زي الواتساب وزي التليجرام، اقدر اخلق منه صور واخلق منه حاجات لا يمكن تفرقيه عن الحقيقي تحت اي مسمى. وبيديلك اكتر من شخص، يعني تقول لي مثلا عايزه واحد ابيضاني شعره طويل، يديلك 7-8 اشخاص بنفس المواصفات، ولو عجبك واحد تقول له طب هاتولي من اكتر من زاويه فيجيبه لك. ده الافلام بتاعت زمان اللي كنا بنتفرج عليها اتحققت. لا وفي اكتر من كده، في حاجات اكتر من كده بكتير. انا بقول لحضرتك الحاجات اللي الناس تقدر يعني تستوعبها بكلامي، لكن المواضيع وصلت الليفل زي ما بقول لحضرتك كده. في احد القنوات مش مشغله حد حقيقي عندها، مشغله فيرتشوال، وحضرتك بتمضي مع المنصه ان الشخصيه دي ما تتباعش لحد تاني عشان ما تلاقيش المذيع بتاعك الفيرشوال حد تاني مشتريه وبيطلع بيه، عشان ما يبقى في تضارب في ده. في ممثلين كمان باعوا شوشهم، يعني بروس ويلس نظرا ان هو كبر في السن وما يقدرش يعمل الاكشن بتاع زمان، فبدا يبيع باع بالفعل وشه لاحد الشركات الاعلانيه انها تستخدمه في الاعلانات، بتديه فيك فيبقى قاعد في البيت وبياخد فلوس. في ناس تانيه مذيعين باعوا صوتهم